السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. هنعمل مع بعض النهاردة كيك حلو قوي قوي، حاجة كده بجد عظمة وغير مكلفة، بطريقة سهلة قوي بمقادير قليلة جدا جدا. هنعمل أحلى كيك بأحلى صوص شوكولاتة اقتصادي، وبمعنى أصح هو بديل للنوتيلا، نعتبره كده بديل للنوتيلا. مقاديرنا ايه؟ كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر. كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، والسكر يفضل انه يكون حبيبات ناعمة، بس مش بودرة، ومش اللي هي الحبيبات الخشنة قوي دي، اللي هو حبيبات ناعمة. ومعايا كيس كيك شيف، وتلات اكياس من الفانيليا، وبيضتين، ورشة ملح، معلقة صغيرة من الخل، وكوباية وربع من الدقيق المنخول. في الخلاط هنعمل الصوص، اللي هو كوباية لبن معاها كوباية الزيت، كوباية السكر، وتلات معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى، كاكاو خام، وكيس فانيليا. وهقولك بالنسبة للكاكاو الخام، كل ما هتستخدمي نوع كاكاو محترم، يعني حاجة نظيفة اللي هو الاسباني، كل ما يطلع معاكي طعم الكيك تحفة قوي، والشوكولاتة اكنك بتاكلي اكنه معمول بالشوكولاتة حقيقية، واحنا في الحقيقة مش حاطين ولا حتى مكعب شوكولاتة. تمام كده، هضربهم بقى في الخلاط كويس جدا جدا، كوبايه اللبن، كوبايه الزيت، كوبايه السكر، و ثلاث معالق من الكاكاو الخام، ورشه الفانيليا او كيس الفانيليا. وكمان لما بيبقى متوفر عندي اكياس اللي هي بتاعه النسكافيه بالبندق، بحط منها كيس، بيبقى بديل فعلا، اقرب بديل قوي للنوتيلا بالطريقه البيتي. يضربوا في الخلاط كويس قوي، وهاخد منهم كوبايه هشيلها في التلاجة، ده اللي يبقى الصوص اللي هنحطه على الكيك من فوق. شايفين قوامه حلو ازاي؟ قوامه حلو قوي، وطعمه بيبقى غني قوي وجميل قوي. هحطها بقى في التلاجة. باقي الخليط اللي في الخلاط دوت هحط عليه البيضتين، وكيسين من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من الخل. الخل زي ما متعودين معايا انا بحطه في الكيكات بتاعتي على طول، بيديلها طراوة حلو قوي، بيخليها تبقى هشه ومرتفعه، ولو قعدت يوم اتنين تلاته في التلاجة كده في علبه محكمه ما بتنشفش، تفضل كده محتفظه بالطراوة بتاعتها. هضربهم كويس جدا في الخلاط، وهضيفهم على البوله اللي فيها الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح. بس كده سهل قوي تحضيرها، ما بتكملش في تحضيرها 5 دقايق. قبل ما ببدا بقى في الكيكه، في عمال الكيك بتاعي، بشغل الفرن على درجه حراره 180 عشان توصل، تبقى السخونيه بتاعته تبقى حلوه كده، وتبقى درجه التسويه مظبوطه للكيك. عشان من عوامل طبعا نجاح الكيك انك تضربيه كويس، الخليط تضربيه كويس جدا، وتنخلي الدقيق، وطبعا العامل الاساسي التسويه. الفرن لازم تفتحيه، يعني خلاص انا هبدا اعمل كيك اهو، داخله بجهز المقادير بتاعتي، افتح الفرن على طول. واستخدمت هنا الكيس كله من الكيك شيف، ورشه الملح بسيطه جدا، حاجه كده لا تذكر. قلبت كويس جدا جدا في اتجاه واحد عشان الهواء اللي انا دخلته من نخل دي والضرب في الخلاط ما يطلعش، عشان الكيكه بتاعتي تفضل فيها كميه هواء حلوه، فيخليها مرتفعه وهشه. صينيه مقاس 24، هحط مبطنها برشه من الزيت ورشه من الكاكاو، عشان ده كيك شوكولاته، لكن كيك الفانيليا اللي هو الابيض ده بنحط له رشه من الدقيق بدل الكاكاو. هدخلها الفرن، خدت بالظبط معايا تسويتها 30 دقيقة نص ساعة. اختبرتها بخلة او بالستكس تشيش طاووق ده او سن السكينة، طلعت معاكي ناشفة، يبقى كده التسوية تمام، طلعت فيها كده لسه مندية شوية، يبقى كده التسوية لسه. سيبيها في الفرن كمان يعني معاكي دقيقتين تلاتة لحد 5 دقايق، ما تكتريش عشان ما تسيبهاش كتير في الفرن فتنشف منك. الكيك طلع، سبته يبرد خالص، بصوا طراوته حلوه قوي ازاي، وبصوا قد ايه طري. نقلته في الطبق اللي هقدم عليه، ونزلت بالكوبايه بتاعه الصوص اللي كنت شايلاها في التلاجة. بصوا لما اتحط في التلاجة كمان تقل شويه عن ما كنت ضرباه زي معاكم. صوص حلو قوي، طعمه فعلا فعلا وهمي واقتصادي جدا جدا جدا.
وزعته على الكيك، وبقى عندك اي مكسرات مجروشة زيني بيها، قطعة من الفواكه تسيبيها كده زي ما هي زي الفل. جميل قوي، طعمها حلو وهشة وجميلة بصراحة. كيك من اكتر الكيكات اللي اولادي بيحبوها وبيطلبوها على طول مني، اللي هو شاتو الشوكولاتة. حلو جدا جدا واقتصادي وموفر وارخص كتير ما تشتري قطعة كده من بره. تحبي بقى تسويها في صينية مستطيلة او مربعة وتقطعيها كده شكل الجاتوهات، قطعة مستطيلة كده بتبقى برضو جميلة. في انا بسويتها في السنة دي، كانت اقرب حاجة لإيدي بصراحة فسويتها فيها وطلعت جميلة جدا جدا. جربوها بقى وهستنى تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني وبتسعدني، واشوفكم ان شاء الله ان شاء الله في فيديو تاني. وما تنسوش تعمل لايك وشير للفيديو، اشتراك اللي مش مشترك في القناة، وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. بحبكم جدا جدا، دمتم في صحة وخير وسعادة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسيبكم بقى تتأملوا كده الكيك الجامد بتاعي ده، حلو قوي، صوص فيه لمعة حلوة وجميل جدا. الكيك مسماته حلوة وهش، بصوا ازاي انتوا طبعا شايفينه الصورة واضحة لكم. يلا بقى اعملوا لايك للفيديو وشيروه مع اصحابكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.